السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فليس المقام مقام إطالة، ولذلك سنتحدث عن ما ينبغي من شكر النعم على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل، حتى يتأتى للمؤمن أن يشكر نعم الله جل وعلا. ونعم الله لا تعد ولا تحصى، أول الطرائق إليها أن يستقر في قلبه أن هذه النعمة من الله، هذا أعظم وأول الطرائق ليتمكن المؤمن بعد ذلك من شكر النعمة. جاء في الآثار أن داود عليه السلام، وهو النبي الملك الذي من الله عليه بما من به عليه، قال: أي رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ فقال له ربه: الآن عرفتني يا داود. وليس معنى ذلك أن داود لم يكن قد عرف الله من قبل، لكن بهذا الأمر، بهذه المناجاة من داود إلى ربه، تبين أظهر داود عظيم شكره لربه جل وعلا. والله عز وجل قال عن ابن داود، عن سليمان عليه السلام، قال: هذا من فضل ربي. فأول الطرائق إلى شكر النعم العلم أنها من عند الله جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك طرائق عملية وقلبية كثيرة جدا، نقف على بعض منها مما يقتضيه المقام. من ذلك الإكثار من ذكر الله، فإن الإكثار من ذكر الله شكر من شكر النعم. قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال الله: فاذكروني أذكركم. ومن الله جل وعلا على عباده الصالحين بكثرة ذكره، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحدى أسفاره مر على جبل فقال، سمى الجبل ثم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظت عنه أذكار عديدة. مما ينبغي أن تعلمه أيها المؤمن أن تحافظ على قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت، فتصبح حافظا له. كما أن من ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهذه تقال على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن تقال 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، والحالة الثانية وهي أرفع أن تقال 100 مرة في اليوم، والحالة الثالثة وهي أرفع وأرفع أن يقولها الإنسان 200 مرة في اليوم. كل هذه الثلاث وردت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا تأملت هذه 4 فإن قولنا سبحان الله كلمة تعبدنا الله بها. الله لما ذكر المعراج والإسراء بنبيه قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما ذكر جل وعلا ما يقوله أهل الباطل في حقه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نزه الله ذاته العلي بقوله سبحانه بل عباد مكرمون. والحمد لله قال عليه الصلاة والسلام عنها: والحمد لله تملأ الميزان. وكل أحد منا سيرى ميزانه يوم القيامة، فالميزان إما يثقل ثقل الله موازيننا، وإما يخف أعاذنا الله وإياكم من ذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله أكبر الحسنات، ولا حسنة أكبر من لا إله إلا الله، ولا كلمة أعظم من لا إله إلا الله. لما حضرت نبي الله نوح الوفاة دعا بنيه، ومما أوصاهم به قال: أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كن كحلقة مفرغة
لقصمتهن لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله قال في خاتمة الإسراء: وكبره تكبيرا. والصلاة أعظم العبادات، وشرع الله لنا أن نبدأها بالتكبير. والأضاحي أعظم الأنساك، وشرعها الله لنا أن نبدأها بالتكبير. والطواف لا يكون إلا بالبيت، وشرعه الله لنا أن نبدأه بالتكبير. فالمؤمن إذا تأمل كثيرا من أضرب الشرع وجد أن الله عز وجل يعظم بالتكبير. فهذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من ذكر الله. فذكر الله جل وعلا أعظم الطرائق بعد اليقين بأن النعم من عند الله إلى شكره. الأمر الثالث الإنفاق، فإن الإنسان إذا أنفق دل على حسن ظنه بربه، لأن من يسيء الظن بالله أن الله لن يعطيه سيمسك، ومن كان حسن الظن بالله سينفق. وأنتم ترون ولله الحمد والفضل والمنة وحده ما فيه دولة الإمارات من أمن واستقرار ورغد عيش، وأن الله أخرج لهم خزائن الأرض. ومن تأمل سيرة الشيخ زايد رحمه الله تعالى رحمة واسعة علم يقينا أن الشيخ رحمه الله كان منفقا معطيا للقريب والبعيد، للمؤمن وغير المؤمن، للمؤمن لما يستحقه ولغير المؤمن تآلفا لقلبه. ثم انظر كيف أثر ذلك على الناس. ولو تأملت التاريخ الإسلامي كله لوجدت كل من كان ينفق، هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الحديث أنه ما من يوم إلا ويصبح ملكان يدعوان ربهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والله ذكر أن ممن يرغب العودة إلى الدنيا قال الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال في موقف آخر: فأصدق. فالمقصود من هذا كله أن الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ الخطيئة، والمؤمن يكون يوم القيامة تحت ظل صدقته. لكن ينبغي أن يعلم أن قبل الصدقة النافلة الزكاة الشرعية التي فرضها الله عز وجل. والزكاة تكون في أمور عدة اتفق العلماء على 9 منها: تكون في الزروع والثمار وهذه 2، وتكون في الذهب والفضة وهذه 4، وتكون في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وهذه 7، وتكون في الركاز. فهذه ما أمر الله عز وجل به أن يزكى على خلاف تفصيلي عند الفقهاء، لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الزكاة 3 الأركان، وأن الله قرنها في كتابه العظيم بالصلاة كثيرة وقلما، وإن كان قد وجد آية تأمر بالصلاة إلا وتأمر بالزكاة. والمعتبر في الزكاة حلول الحول بالأشهر القمرية لا بالأشهر التي اعتاد الناس عليها، لأن الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالاعتبار حلول الحول القمري لا حلول الحول بالأشهر الميلادية المعروفة، لأن الأشهر الميلادية تزيد على الأشهر القمرية. هذا الأول. الأمر الثاني أن الإنسان الأكمل في حقه والأرفق به أن يتخذ يوما في العام يزكي فيه، فينظر إلى مجموع ماله كله فيقومه ثم يزكي ربع العشر منه. أنا أتكلم عن زكاة النقدين وما يقوم مقامهما الذهب والفضة. فمثلا لو أن إنسانا منكم أو منا نفرض أن راتبه الشهري مغصصه الشهري، فلنفرض جدلا 15,000 درهم، وجرت عادته أنه في كل عام يدخر في كل شهر يدخر 3,000، فيقال له: اختر يوما في العام، فلنقل 1 رمضان أو 15 شعبان أو 1 رجب، يختر يوما في العام. هذا اليوم يزكي فيه ما يملكه من مال، ينظر في ماله الذي فيه أودعه في المصرف أو في يده، فيجمعه كله فيؤدي ربع العشر، ويتوقف عن الزكاة إلى أن يحول الحول في العام الذي يليه.
بهذا تبرأ الذمة. قد يقول قائل قد يأتيك أحد يعرض عليك شبهة فيقول مثلا أنت الآن تزكي في واحد رمضان وهذا المبلغ 3000 الأخيرة إنما وضعت قبل شهر في شعبان، فكيف حال عليه الحول؟ هذا يستقيم لو أنك تزكي العام القادم في شعبان وتزكي راتب رجب في رجب وتزكي راتب جمادى في جمادى، تزكي راتب إبريل في إبريل وراتب مارس في مارس وسبتمبر في سبتمبر، يعقل هذا لو كنت تزكي كل شهر. لكن ما دمت لا تزكي إلا مرة في العام فإنك إذا زكيت مرة في العام واتخذت لذلك يوما برئت الذمة، لست مطالبا بعد ذلك بالزكاة حتى يحول الحول. ولو قدر أنك تزكي يوما في العام وقررت أنه واحد رمضان وجمعت مالا، نفرض أن المال بلغ 100,000 المودع، ثم قبل واحد رمضان اضطررت أن تشتري سيارة أو اشتريت بيتا، فاشتريت البيت قسطا أو سيارة أو نفعت ابنك بالزواج فدفعت 90,000، فعندما جاء الأول من رمضان ليس عندك إلا 10,000، كم تزكي؟ تزكي 10,000 فقط، لأن تلك 90 صرفت ولم يحل عليها الحول. فأنت تتعبد الله بما حال عليه الحول بذلك اليوم الذي قررت فيه أن تزكي، وهذا أمر ينبغي التنبه له ما أمكن، لأن هذه براءة ذمة ومن أعظم دلائل شكر النعم. من شكر النعم كذلك أن يطيب الإنسان مكسبه، وحتى يطيب الإنسان مكسبه لا بد من أمور: الطيب في الطريقة، في طريقة الكسب، والطيب في المال نفسه، لا بد أن يكون المال طيبا. في طريقة الكسب يتوخى الإنسان الأمانة، والصراط سينصب غدا على ظهراني جهنم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه السلام: وترسل متى؟ يوم القيامة. ترسل يعني تطلق، وترسل الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم فتقفان على جانبي الصراط فتشهدان لمن أدى حقهما فيمر، ومن لم تشهد له الأمانة ولم يشهد له الرحم عياذا بالله قد يجثو في جهنم. فالإنسان يتفقد صلته برحمه وأنه ما عقهم ولا أذاهم ولا تعرض لهم بسوء ولم يقطع الرحم، وينظر أمانته في عمله، في طريقة كسبه للمال أداه على ما هو عليه، لم يفرط فيه. ما دمت تأخذ أجرا، سواء كنت تأخذ أجرا من مؤسسات الدولة أو من المؤسسات الخاصة أو من أحد فردي تتعامل معه، كل عمل عاهدت صاحبه على أجر وجب عليك أن توديه على الوجه الأكمل، كما أنت تطالب صاحب العمل بالأجر، من حق صاحب العمل أن يطالبك بأداء العمل على الوجه الأكمل. وكلما عظم العمل واشتد وتعلقت به مصالح الناس وعظم في حقك حسن ظن ولي الأمر فيك أو بك، وجب عليك أن تؤدي الأمانة على أكمل وجه، لأن الإخلال في مثل هذه الأمور عواقبه وخيمة، وما ينجم عنه من ضرر شيء ليس بالهين. فكلما عظمت الأمانة كلما عظمت المسؤولية كلما عظمت الأمانة في أدائها على الوجه الأكمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما ينتن من ابن آدم جوفه، أول ما ينتن من ابن آدم جوفه، يحذر صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان قد يكسب مالا ليس بالحلال ليس بالطيب. فالإنسان يطيب مكسبه حتى إذا أنفق وتصدق وأدى الزكاة قبلها الله عز وجل في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من شكر النعم الصلاة في الليل، وهذا من أعظم شكر النعم، فإن الله لما ذكر الصالحين قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أنه من قواعد الشرع أن الجزاء من جنس العمل، فأعمالنا الظاهرة التي يراها الناس ولا بد منها مثل الصلاة، الآن كلنا رأى الآخر يصلي فهذه لها ثواب أخبر الله عنه
لها ثواب أخبر الله عنه. الله أخبر أن من نعيم الجنة أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء، فهذا أخبر الله عنه مقابل الشيء الذي يرى الآن، ترى عبادتي وأرى عبادتك. كلنا الآن لو مر علينا بماء أو سقاء لما شرب أحد، الكل صائم، هذا شيء ظاهر. فما هو ظاهر من العمل أظهر الله أجره، تبقى أعمال خفية، فالجزاء من جنس العمل. هذه الأعمال الخفية أخفى الله عز وجل أجرها. ومن أعظم الأعمال الخفية عبادة الليل، فإن الإنسان إذا قام يصلي لا يعلم عنه أحد، هذا الأصل، لا يدري أحد في الصباح هل كنت أنت سهرت على مباح أو سهرت على حرام، سهرت واقفا تصلي أو سهر غيرك على شيء آخر، لا يعلم الناس هذا. فلما أخفي العمل أخفي الأجر. فالله لما ذكر قيام الليل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل تتأكد في رمضان وتتأكد في العشر الأواخر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التمس في العشر الأواخر ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر لله الحمد محفوظ عند المسلمين، لكن المقصود ليس التعليم، وإنما المقصود أن يذكر بعضنا بعضا بالخير. فالإنسان يحافظ على صلاة العشاء جماعة ويؤدي ركعتي السنة، ثم يزدلف إلى الله جل وعلا بركعات، سواء كان في المسجد أو كان في البيت، كل بحسب حاله، كل بحسب قدرته، لكنه يوطن نفسه على عبادة الله، على الوقوف بين يدي الله، يستذكر قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ومن شكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن لا يظلم المسلم أخاه المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، أي لسانك. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك وأهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الآن جاء بدلا من حصائد الألسنة ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، وما يقوله بعض المغردين وما يقوله بعض الناس بعضهم في بعض وما يتناقلونه. فالمسلم يبرئ ساحته، يبرئ ذمته من هذا كله، حتى لا يهلك مع الهالكين، ولا يغرنك تسارع الناس إلى هذا الأمر. وإنما الإنسان يحافظ على دينه، يحافظ على لسانه، يحافظ على قلمه، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. حتى يعان الإنسان على شكر النعم، لا بد أن يعلم أن وراء هذه الدنيا يوم آخر، وبعد اليوم الآخر انصراف الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. بنو آدم تخرج أرواحهم من الحلقوم تصعد إلى السماء، إما أن تكون مؤمنة وإما أن تكون كافرة. إذا كانت مؤمنة فتحت لها أبواب السماء، وإذا كانت كافرة صدت ورجعت. ربنا يقول: لا تفتح لهم أبواب السماء. تنادى روح المؤمن بأطيب أسمائها وأحسنها، تعود إلى جسده وهو في قبره، تتصل الروح بالجسد، تدب فيه الحياة، يأتي الملكان يقعدانه يسألانه فيجيب: من ربك؟ فيقول الله. من نبيك؟ فيقول محمد. ما دينك؟ فيقول الإسلام. تفتح له نافذة فيرى جهنم يحطم بعضها بعضا، فيقال: انظر إلى ما صرف عنك الله من السوء. ثم يفتح له نافذة على الجنة فيراها، يرى زهرتها، فيقال: هذا مقعدك من الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ثم يأتي إسرافيل فينفخ في الصور فيموت كل حي إلا الله جل جلاله. ثم يأتي إسرافيل بعد 40 فينفخ نفخة أخرى فيحيا كل ميت على الضد من الأولى، ثم نفخ فيه أخرى فيخرج الناس من القبور يمسحون الموت عن أعينهم كما يمسح أحدنا النوم عن عينه. الله يقول في كتابه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرجون يتبعون ملكا يقال له إسرافيل، يسوقهم إلى أرض المحشر حتى يجتمع الناس كلهم صفا واحدا. قال أصدق القائلين: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هناك
يعطى العباد صحائف أعمالهم، تنصب الموازين، ثم بعد ذلك ينصب الصراط. ينصب الصراط، يمر الناس على قدر أعمالهم، ومن أكثر على محافظة صلاتي العشاء والفجر في جماعة عظم نوره الذي يتجاوز به الصراط، حتى يتجاوز المؤمنون الصراط ثم يحبسون على قنطرة دون الجنة، فينزع ما في قلوبهم من غل حتى يكونوا قد طابت أجسادهم وأرواحهم. ثم يأتي نبينا عليه السلام فيطرق باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها الصالحون الأمثل فالأمثل، كل أحد أهدى إلى بيته في الجنة أكثر من هدايته إلى بيته في الدنيا. قال الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يمتعون بلذة النظر إلى وجه الله العظيم، ثم لا يخافون إلا أن يقال لهم اخرجوا عنها، فيؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فينظرون خوفا من أن يقال لهم اخرجوا منها، وينادي مناد: يا أهل النار، فينظرون رجاء أن يقال لهم اخرجوا منها. ثم يذبح هذا الكبش ما بين الجنة والنار بعد أن يقال للفريقين: أتعرفون هذا؟ فيكون جوابهم واحدا، كلهم يقول: نعم، هذا الموت الذي كانوا يخوفون به في الدنيا. فينحر يذبح ما بين الجنة والنار، وينادي مناد: أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار حزنا. هذه هو غاية الأمر ونهاية المسألة، ونهاية المسألة كلها الإنسان إذا استصحب هذا النعيم والوفاد على الرب الكريم يهون عليه القدرة على شكر النعم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.